شوف لي هذا اليوم مع مروة ونقول لها يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام، ويسعد صباحك سجا، ويسعد صباحك عمر. اهلا بكم ويانا في قراءه ومطالعه سريعه لابرز ما تصدرت الصحافه لهذا اليوم وابرز ما اخترناه لكم في جولتنا السريعه. ونطالع من الصباح وفي اولى عناوينها لهذا اليوم خبر بضمنها رواتب الموظفين والمطارات والمنافذ الحدوديه، جهود حكوميه لتسويه الملفات مع الاقليم. وفي تفاصيل العنوان، حيث تتجه الاوضاع بين المركز والاقليم صوب مزيد من التهدئه، لا سيما عقب الجهود الكبيره التي تبذلها بغداد بهدف صرف رواتب موظفي الاقليم، والتي تكللت بزياره وفد حكومي برئاسه محافظه البنك المركزي علي العلاق الى الاقليم بغيه التنسيق لتوحيد الضرائب ولصرف رواتب الموظفين حال صدور امر الرئاسة أو أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي. وبينما أفادت مصادر مطلعة بوجود أجواء إيجابية أحاطت محادثات الوفد الاتحادي مع المسؤولين في الأقليم، تترقب أربيل زيارة وفد اتحادي رفيعان ثاني برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق لبحث الملفات وحلحلة المشاكل بين المركز والأقليم. يأتي ذلك في وقت كشفت خلاله مصادر برلمانية لصحيفة الصباح عن إمكانية توصل وفد المركز والأقليم إلى اتفاقات بشأن فتح المطارات وبقية المنافذ الحدودية وكيفية إدارتها. وأوضح محافظ البنك المركزي علي العلاق خلال مؤتمر صحفي عقدته في أربيل أمس الاثنين أن زيارة وفد الحكومة الاتحادية إلى أربيل تهدف إلى الاجتماع مع وزير مالية أقليم كردستان لتنسيق بخصوص جباية الضرائب وتوحيد وإزالة المشاكل في هذا المجال، مبينا أن الوفد يعمل على تفعيل دور البنك المركزي في إقليم كردستان. إلى ذلك أفاد مصدر مطلع في حكومة الإقليم بأن وفد رفيع ثاني من الحكومة الاتحادية سيزور مدينة أربيل لبحث تطبيق الأوضاع بين الإقليم كردستان والحكومة الاتحادية، مؤكدا أن الوفد سيبحث مع المسؤولين في حكومة الإقليم الملفات العالقة وسبل معالجة المشاكل الموجودة. ونبقى في الصباح، وأيضا من عناوينها لهذا اليوم إجراءات صارمة بحق المخالفين للحملات الانتخابية. وفي هذا الصدد نطالع، توعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتطبيق للمرشحين الذين بشروا بنشر دعاياتهم الانتخابية في شوارع العاصمة وباقي المحافظات بعقوبات قد تصل إلى حرمانهم شخصيا أو الكيان السياسي من المشاركة في الانتخابات مجلس النواب التي ستجرى بعد شهرين من الآن. من جانبها علت اللجنة القانونية في مجلس النواب انتشار صور المرشحين في عموم المحافظات قبل بدء الحملة الانتخابية مخالفة قانونية، بينما كشفت لجنة الذوق العام في مجلس محافظة بغداد عن تسجيل خروقات انتخابية غير لائقة بوقت مبكر من موعد انطلاق الحملات الانتخابية المسموح بها ضمن قواعد المفوضية. وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية سعد كيكائي في تصريح خاص به الصباح أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ملتزمة بالقانون الخاص بالحملات الانتخابية للمرشحين التي ستنطلق في العاشر من شهر نيسان المقبل ولمدة شهر، مبينا المفوضية ستكون عقوباتها صارمة بحق الكيانات والمرشحين الذين يبدون بتعليق الصور أو يبدأون بتعليق الصور أو الترويج قبل موعد تاريخ ترويج للحملات الانتخابية. وإلى الزمان وعناوينها لهذا اليوم، والكشف عن 11,000 مفقود في الموصل منذ أحداث حزيران، وداعش ينفذ جريمة بشعة ضحيتها 10 أشخاص على طريق كركوك. وإلى تفاصيل هذه العناوين، حيث نفذ تنظيم داعش جريمة جديدة بحق عائلة كاملة بعد نصب سيطرة وهمية على طريق بغداد كركوك، فيما كشفت شرطة محافظة الموصل عن 11,000 مفقود في الموصل منذ سيطرة داعش على المدينة. وقال مصدر في تصريح أمس أن عناصر من داعش وبعد أن نصبوا سيطرة وهمية على طريق بغداد كركوك قاموا بإطلاق النار على سيارات تقل عائلات، وأضاف أنه بعد توقف المركبة أقدم داعش على قتلهم وحرق عجلاتهم، مبين أن العائلة مكونة من رجل وزوجته وأطفال الاثنين وأخيه، في حين تواصل القوات الأمنية والحشد الشعبي عملياتهم العسكرية لتحرير وتأمين قرى وأحياء جنوب غرب المحافظة من بقايا داعش.
ونبقى في الزمان وأيضا من عناوينها ثلاث هزات أرضية تضرب كريمان وسليمانية. وفي هذا الخبر حيث ضربت ثلاث هزات أرضية الشريط الحدودي العراقي الإيراني في منطقة كريميان جنوب محافظة السليمانية. وأكد المنبئ الجوي في قضاء كلار سيريون الصالح في بيان له بأن ثلاث هزات أرضية ضربت الشريط الحدودي العراقي الإيراني التابع لمنطقة كريميان جنوب السليمانية. وأضاف أن الهزات ضربت مناطق برلوت و بريو زوخان والتابعتان لمنطقة كريمان جنوب محافظة السليمانية. وفي الزورة وعناوينها ونتابع في أخبارها لصفحتها الأولى الخارجية النيابية لصاحبة الزورة زيارة ولي العهد السعودي للعراق لها مردودات إيجابية لتحسين العلاقات. وفي تفاصيل الخبر حيث أعربت لجنة العلاقات الخارجية النيابية عن ترحيبها بالقادة العرب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان الراغبين بزيارة العراق، معتبرة أن زيارة الأمير محمد بن سلمان في حال تمت ستكسر الحاجز الجليدي مع بعض الدول العربية، فيما لفتت إلى أن البلد سيجني منها مردودات إيجابية كبيرة على مستوى العلاقات وعلى الصعيد الاقتصادي والاستثماري. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية عبد الباري الزباري في تصريح لصحيفة الزوراء: نرحب بالقادة العرب في أي وقت، مؤكدا أن العراق حاول عدة مرات عبر رؤساء وحكومات بدوراتهم الثلاث الماضية وكذلك مجلس النواب التواصل مع السعودية والدول العربية. ونبقى في الزوراء وخبر العلاق: وفد الحكومي أو الحكومة الاتحادية يعمل على تنسيق مع الأقليم لتوحيد الضرائب. وفي تفاصيل الخبر أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق أمس الاثنين أن وفدا حكومي أو من الحكومة الاتحادية الذي يزور أربيل حاليا يعمل على تنسيق مع أقليم كردستان لتوحيد الضرائب. وفيما أكد استعداد البنك في كردستان لصرف رواتب الموظفين في حال صدور أمر من رئيس الوزراء حيدر العبادي، عادت حكومة أقليم كردستان إصلاحاتها لتجريها جذريا وليست شعارات. وقال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في مؤتمر صحفي عقده في أربيل أن زيارة وفد الحكومة الاتحادية أربيل تهدف إلى اجتماع مع وزير مالية أقليم كردستان لتنسيق بخصوص جباية الضرائب وتوحيد وإزالة المشاكل في هذا المجال. وفي صحيفة المدى لهذا اليوم وأبرز عناوين صفحتها الأولى: المفوضية تعتمد التصويت اليدوي المشروط في انتخابات عراقية خارجي في الخارج في عراقي الخارج. وفي هذا الخبر دفع تراجع نسب إقبال ناخبي الخارج إلى تحديث سجلاتهم الانتخابية مفوضية الانتخابات باعتماد آلية التصويت اليدوي المشروط بدلا من الإلكتروني في عملية اقتراع الخارج. واتخذت مفوضية الانتخابات قرار بفتح مكاتب ومراكز انتخابية في 19 دولة عربية وغير عربية لضمان مشاركة كل الناخبين في الخارج الذين يقدر عددهم بأكثر من 1.5 مليون. إلا أن هناك من يتخوف من حرمان آلاف العراقيين من الأداء بأصواتهم بسبب الإجراءات الجديدة المتبعة. ويصف عضو مجلس مفوضية الانتخابات حازم الرديني في تصريحه لصحيفة المدى أن نسبة إقبال ناخبي الخارج لتحديث السجلات الانتخابية بالضعيفة، وهو ما سيدفع المفوضية لاتباع الاقتراع اليدوي المشروط بدلا من التصويت الإلكتروني، لافتا إلى أن كل عراقي في المهجر عليه تقديم مستمسكات فيها صورة الناخب مقابل السماح له بالإدلاء بصوته في الانتخابات. وتلزم هذه الطريقة التي كان معمولا بها في آخر عملية انتخابية ناخبي الخارج بالإدلاء بأصواتهم عبر ظروف مغلقة يجري تدقيقها وعدها يدويا بعد تقديمهم وثيقتين ثبوتيتين للتأكد من سلامة بياناتهم وعراقيتهم. وتوصف الإجراءات الإلكترونية التي تبعتها مفوضية الانتخابات مؤخرا في تحديث سجل ناخبي الخارج بالصعبة والمعقدة، كونها تطلب تقديم الجنسية العراقية وبطاقتي السكن والتموينية وجواز سفر نافذ وهي غير متوفرة لدى أغلب عراقيي الخارج. وبين الرديني أن وحدة إدارة الانتخابات الخارج حددت بشكل أولي 136 مركز اقتراع تشمل 684 محطة اقتراع في 13 دولة سيتم افتتاح مكاتب انتخابية فيها، وست دول سيتم افتتاح مراكز اقتراع فيها.
مشاهدينا، ومن الصفحات الأولى ننتقل للصفحة الأخيرة ونتابع أبرز العناوين المنوعة ونطالع من صحيفة المدى، ومن عناوينها منتدى صدى السينما والمسرح يحتفل بفيلم مهن الحاصل على الجائزة الأولى في مهرجان 3 دقائق في 3 أيام. وفي تفاصيل الخبر، بعد أن نافس الأفلام الأجنبية التي عرضت في مهرجان 3 دقائق في 3 أيام، كما نافس محليا نظيرته من الأفلام وحصد الجائزة الأولى للمهرجان، المخرج الشاب رامي غانم حميد أطل ضيفا على منتدى صدى السينما والمسرح خلال جلسة أقيمت بالتعاون مع المركز الثقافي البغدادي يوم الجمعة الفائت. وكانت هذه الجلسة السينمائية ل83 منذ تأسيس المنتدى. أقيمت الجلسة على قاعة ألف ليلة وليلة في المركز الثقافي البغدادي. وفي صحيفة الزوراء وعناوين المنوعة ومن زاوية عين عن العالم نتابع من الأخبار الغريبة في اليابان، فراخ من بيض بلا قشرة. وفي تفاصيل هذا العنوان، حيث اخترع طالب مدرسة ثانوية في اليابان طريقة لحضانة بيض الدجاج التي حتى يفقس من دون قشرة خارجية، وكانت التجربة جزءا من مشروع علمي في حصة العلوم. وبعد نجاح هذه الطريقة الفريدة بشكل هائل، انتشرت أخبارها في وسائل التواصل الاجتماعي داخل اليابان وخارجها، وحصلت على براءة اختراع وجائزة من إمبراطور البلاد. وقد أسهمت وسائل الإعلام اليابانية في الترويج لهذه الطريقة، كما انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي وأصبح طالب المدرسة أبطال من قوميين. ويجري الطلاب تجاربهم على الكثير من أنواع البيض، وعندما يجرون التجربة على بيض الدجاج يضعونها في حاضنة خاصة مدة 3 أسابيع. ونجاح التجربة استغرق 40 عاما وتطلب أكثر من 50,000 بيضة. وفي صحيفة الزمان ومن عناوينها المنوعة لهذا اليوم، المنغنيسيوم أين يوجد بالغذاء وماذا يفيد؟ وللتعرف على هذا المعدن، حيث ينصح الطبيب الفرنسي فرانسو بومان المتخصص في علاج الإرهاق والتعب بمستشفى كوشان بضرورة تناول المنغنيسيوم لما لديه من قدرة على تنظيم الجهاز العصبي، ويقاوم الإرهاق والتعب وله تأثير قوي على النوم الهادئ. ويرى الطبيب الفرنسي أن المنغنيسيوم متوفر في الموز والسردين والحبوب الغذائية والطحالب البحرية والكاكاو والشوكولاتة السوداء بنسبة 70% في حال نقص الجسم لهذا المعدن. كما يمكن أخذ حقن المنغنيسيوم بحري غني بفيتامين B6 لتنشيط الجسم ولمدة 3 أسابيع. وإلى الصباح وعناوينها المنوعة، ومن بابل إلى بغداد في موسكو. وفي تفاصيل هذا العنوان، حيث احتضن متحف الشرق في العاصمة الروسية موسكو معرضا تشكيليا لعدد من الفنانين المعاصرين بعنوان من بابل إلى بغداد، ضم لوحات لكبار الفنانين الرواد منهم الراحلة ليلى عطار وعلاء بشير وعبد القادر الرسام واسماعيل الشيخلي وركان دبدوب وبعض الفنانين الشباب منهم حسين الجمعان الذي حصل عدة جوائز في معارض ومسابقات فنية أقيمت في موسكو وعدد من المدن الروسية. أقيم المعرض بالتعاون مع وزارة الثقافة الروسية ومتحف الدولة للشرق ولجنة التراث الثقافي الوطني والتنمية الثقافية العراقية ومجلس شؤون القوميات في حكومة موسكو والسفارة العراقية في روسيا. وإلى مجلة سيدتي وأزياء لنجمات في عروض 2018، لنقف مع هذه المجموعة من الصور لثواني.
مشاهدينا، وبهذا نكون وصلنا إلى ختام جولتنا لهذا اليوم في أبرز ما تصدر الصحافات يوم الثلاثاء، ونكمل معكم باقي فقراتنا بالعودة إلى عمر وسجاد.